شادين امك ياد يا ابن لك وحش اوعى عليكم. لا يا رحمك اوعى الخير. رضا روح اقعدي في العربيه، روح اعملي اقعدي في العربيه. انا اسمي طوطه، شهرتي طوطه، اسم الحقاني فاطمه بس الشهره بتاعتي طوطه. اسمي رضا وشهرتي زي رضا من انا عشان طلع اصغر واحده في اخواتي وانا اصغر واحده. انا مريم بقى بس. ها ولاد عندي بيبي. اسميه ايه؟ اسميه لو جت بنت اسمها طوطه. ايوه لو ولد اسمي محمد على اسم اخويا. ماما ايه؟ اخويا اسمه ازاي؟ وماما اسمها ايه؟ ايمي. وبابا اسمه ايه؟ ماما اسمها خروج. شغال ايه؟ شغال ايه بابا؟ بيلم ايه؟ كرتون بلاستيك. كرتون وبلاستيك. هو فين بابا؟ محبوس. انا اسمي دنيا، دنيا بليا. اقول لك بليا ليه بقى؟ عشان بجري بسرعة من الحكومة وبعمل ثورات وكده. ليا صاحبتي طاطا ومريم وفردوس وسامية والشلة الكويسة دي كلها، شلة الكل زمايلي. على فكرة أنا بشد الكل ولسه مبرشمة دلوقتي وشاربة بونج. أبوك سواق تاكسي. بيكسب ولا ما بيكسبش؟ ما شاء الله أعلم. لا أبقى. فتح البيت ولا مش فاتح؟ فتح البيت ولا مش فاتح؟ استنى يا جدعان بقى سيبوه وأنا أتكلم معاه. ما بقول لكم ايه، استنى يا عم جمال لو تتكلم اتكلم لوحدك. انا هتكلم لوحدي معاك وجه لوحدي. صلي على النبي، انا بقيت دلوقتي بقاله اسبوع قاعد. إيه؟ صرف النظر ان الاسبوع ده دي واخد منه العربيه يا عم. ما دام في صحه وعقل اعرف اجيب القرش. طب انا عايز اسالك سؤال، مش معنى جيت يا عم كلمني انت مش فاكر لسان كده. بقول لك ايه؟ طب استنى بس، اما انت جاي دلوقتي بتتكلم قبل ما الناس دي تيجي عندنا وتتكلم، انتوا اساسكم كنتوا بتقفوا معانا ولا تمسحونا؟ لا اتكلم في الحق. ايوه صح يا بنت، اجيب لك 100 تاكسي دلوقتي. احنا طول عمرنا بنقف في الموقف، انت اللي جيتوا كده على لا 100 سنه مين بس يا انت؟ احنا جايين هنا ايام مالها بالترسانه هنا بتاع الزباله، انت بتتكلم في ايه يا عم؟ انتوا جايين دلوقتي بتنسحبوا قبل ما هم يجوا. انصحكم بيه يعني؟ اطلع 10,000 واقول له كل واحد ياخد شقه؟ مش بالفلوس، كل واحد ياخد شقه. لا كل واحد ياخد شقتين. دنيا يا دنيا، دنيا يا دنيا. بيحبني ما بيحبنيش. بيكران ما بيكرانيش. هتحبس مش هتحبس؟ انا في اسم العجوز، مش انا في اسم العجوز، انا في اسم العجوز. يا رب انا يجي، يا رب انا ما اجيش. كتبت نغتي ماشي، قربت من البيت. اصبر يا بت، انا نزلت مع امي، نزلت مع امي احمد عربي هنا 3 مرات نسال عليها. بعد كده بعد سبت امي، بعد كده انا بقى ايه، بقيت اجي هنا لوحدي من هنا لهنا لحد ما استحبت على صحابي واستحبت عليهم وقعدت معاهم شويه بشويه، شديت كله شويه بشويه، شربت سجاير شويه شويه برشمت. انا دلوقتي ما كنتش ولا عارف السجاير ولا حاجه، اول ما هربت من الملجأ بعد ما هربت من المؤسسه على طول، قلت لسه انا بنت كده، فقاعده في الجنين عماله اعيط بقى ايه، طب اروح فين، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ عندنا في مصر القديمه في جنينه كبيره اسمها بالصعود، فالناس كلها سابتها ومشت، سابتنا ومشت، وانا ايه رحت فارده جسمه كده. في واد جه عمل بقى ايه اللي هو
مثلا ايه بيحبني وكده اهو، اسمه حسن فرش، فبيعمل اللي هو بيحبني وكده، وانا ايه بدا يشربني ايه سجاير، بدا يبرشمني، وبدا بدا يشربني خمره وكده. انا لما خدت على الحاجه دي ضعت خالص. تاني يوم بقى ايه عرفت بقى ايه، رحت بكشف من جوايا، حاسه ان انا ضعت، رحت بكشف عرفت بقى ان انا ضايعه، ضيعت انا نفسي بقى اكتر، بقيت اعور في نفسي، هي حكومه تيجي تاخدني اعور نفسي عليها كده يعني. النهارده اخد سراحه عشان خاطر عشانه وعشان ايه بتاعت الاسهال والفيتامينات، بس النهارده اخد سراحه كده اهو، ربنا يكرمني اشحت 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 اشحت، وبعد ما اشحت بقى اروح جايب الحاجه كلها، وعاوز ربنا يكرمني كده اهو عشان اروح اشوف بنتي واجيب لها حاجات، وعلى ان امي مش هترضى تخليني اجيب لها حاجه، بس برضك يعني هتخش مدرسة السنة الجاية. يا سلام بقى لما الاقيها داخلة المدرسة السنة الجاية اعمل لها الفرتين والقصة و ماما ماما تاتا يلا تاتا. خليني نعمل حاجة إلا بمزاج، أنا غصب عني، لا غصب. أنا عندي لما يجي لي مزاجي ممكن تلاقيني كنسلك الشارع ده كله، وحياة ربنا غصب بمزاجي، لكن غصب عني لا. وحياة ربنا هضربها. أنا اختاريت الخناقات بتاعتي مع الحكومة وفلوم بالسلشين عشان ما ياخدنيش. مره جريت ورا كريم بالسكين، جري جاي بيضربك عايز يفتش اختي وانا واقفه، قلت له لا، راح مديني بايدي دي على عيني كده اهو، انا عيني زغللت ما شفتش، رحت جري عند ابو وليد الفكاني شديت السكينه من عنده، رحت قلعه شديت السكينه من عنده، رحت جري ورا مين ده الله يسترك. ثانية بيت ولا سمارة جاري يا رب مين ده الله يسترك. ثانية بيت ولا سمارة الحكاية اللي احنا كنا قاعدين بنشد كلها ماشي، دي راح تشحت اشفوري الجراب ده متاح امره من هنا تشحت، راح ابوها حكي خد ابوها جاي لها بمطوه جاي عاوز ايه يخذ يديها بالمطوه في بطني، قلت له هو عشان جابت له العرض. انا قلت له ده واحد ضحك عليها واخويا غلط معاها، انت عاوز تاخد بنتك تخش بيها الشارع تبقى معاها اسيمه، ولا انت عاوز بنتك تخش تقول ده واحد ضحك عليها؟ قعد يتكلم ورحت انا رحت رافع الموس عليه، قلت له انت مش هتمشي من هنا، قعد يصوت ويقول عاوزين يخطفوا بنتي، قلت له تعالى انا هجيب لك القسيمه بتاعت اللي هي مرات اخويا، خدته في الشارع اللي ورا زنقته مفتاح الجاروب ده، رحت زنقته رفعنا عليه الموس ومش عارف ايه كتبنا عليه قرار، ده موس رفعت على ابويا
رفعت على ابوها قعد يصوح. بيخطفوا البنات، بيخطفوهم عشان الاكل، يا البت تاكل بتاعه، وبتعمل الحاجات دي غصب عنها عشان اهلها ما حاش. بس وانت شفت كل الكلام ده؟ ايه شفته وعملته. انا هكدب يعني على خلق ربنا؟ طب وتقول عملته، وانت عملته ازاي وليه؟ ايه عملته ازاي وليه؟ ولا لا اتجوز ولا لا بقى انا اتلم فيه. انا برضو عايز اقول لك حاجه برضو كده، لو انا مثلا في دماغي ان انا اخطف المكنه، اركب اخلي اي واحده تركب وراي، وهم انا نطت ورا الواحده وانا اخدها ونطت. اركب يا اوت، اي حد هيقول له اركب هينط، اي حد لو هو عيل صغير هيركب ورايا وهمشي حد يجيبني. سامي برضوش الصوره اللي كان بيديه ايه؟ بيبي بيعيط. هذا كان بيخطفك؟ هو ده البيبي؟ بيبي مين؟ مين اللي عمل العامله؟ اهلا بابا سيد بيبس. الواد ده خليط من سيد ومن كريم ومن ريش يا لهوي، ومن متى ومن احمد يا لهوي ابن الشعب. لو بدل الشعب يلا يا تركب معايا. الواد لا يا ابني سقطت خلاص، متنازل عن البيعه دي. أبلاد دي أبلة هند اللي أنا كنت لسه بتكلم عليها دلوقتي، أنا لسه بقول إن هي وحشاني جدا. دي أبلة هند والدتي، دي هي اللي ربتنا، هي دي اللي ادتنا ثقة في نفسينا، علمتنا الصح من الغلط، علمتنا ازاي ما نصرش. ازيك يا رضا؟ عاملة ايه؟ شفتكيش يا حلوة أوي. ازيك عاملة ايه؟ شغلي مع البنات دوت كنت قبل ما اشتغل معاهم كان في موضوع هو اللي خلاني اشتغل معاهم، ان انا اول ما اتجوزت ما كنتش بخلف، ولما رحت للدكتور وكده يعني رحت للدكتور واثنين اتكلموا معايا وقال له زوجي، قال له هي لازما يبقى في حاجه بتشغلها. على فكره انا مش خريجه خدمه اجتماعيه ولا علم نفس ولا الكلام ده خالص، فاهمين ازاي؟ انا خريجه سياحه تذاكر طيران، دي حاسه بني ادم يعني، انا ما درستش بس انا اتعاملت معاهم واشتغلت معاهم بالحاسه بالاحساس. بس هما يعني عارفه بيدوكي احساس، يعني بيدوكي احساس تحس ان انت عايشه، ان مش انا بس اللي محتاجاهم، هما كمان محتاجيني بس انا محتاجاهم اكتر، انا محتاجه احس احساس الامومه، فهماني ازاي؟ وهم محتاجين يحسوا بالحنان دوت. مش شرط، ممكن على فكره ممكن بنت ما تحسش مني باحساس الامومه، تحس مني باحساس الصديقه، ان هي تفضفض معايا لابعد الحدود كل ما تتخيلي. ايوه قاعد الشنطين دي الصبح. عايزين نفكر في حل، يعني عايزين نشوف اقرب مدخل نخش منه للشخص دوت انه هو يكتب عليكي، حتى لو هيكتب عليكي يا ستي وهو مش عايزك خلاص، بس يكتب عليكي يبقى في وقت ورقه تثبت ان انت متجوزه عشان خاطر ابوك الغلبان دوت. يكتب عليا يا ابله لبطني ضمن الحرام يا ابله، من السريعه يا ابله، حرام مظلموه. يعني مش من واحد بس؟ لا يا ابله. ما انتش عارفه من مين بالظبط؟ لا من الله. ما انتش قادره تعرفي من مين بتاع، يعني ده من مين بالظبط؟ هو اللي بوظني يا ابله، بقلة زلزال والعيال كلها سريحه ناموا معايا. انا مش من واحد. لا يا ابله. امسك عيلك في ايدك. لا دي جميله. ايوه ادي فين يا ابلهين؟ ابلهين ماما خد يا ابلهين ريحيك انا مجاني. حط تبعاره. ايه ده؟
عندي كنبل ها هتدرب في ثلاثة هتدرب في ثلاثة صبوك على كتف شهر وقت اللي عندك يا ريس هتحس مغلي هتعرف كتير هتدرب سكر عالي خالص اللي عايز اكلمكم فيه بقى اللي حصل دلوقتي فاطمه ومريم اسمعوا معايا وركزوا قوي دلوقتي مشكله عبير اللي احنا شفناها دي ان ابوها نازل لها بخنجر موز عشان عايز يموتها والحكايه والروايه بسبب حملها وهي بتقول بعد ما قالت قدام ابوها ان هي حامل من حسين دول اخواتك ان هي حامل من حسين قالت لا حامل محمد من السريحه ومش عارفه من مين بس عايزين نشوف حل وهي في الشارع دلوقتي جايه تتحمي ازاي انا لما باجي احمام بكون انا في الشارع بحميها صح حميتها منها من ابوها دلوقتي هتعرفوا تحموها لحد ما نشوف حل من الحلول اه عشان زي ما انتم شايفين ابوها كان جايب ايه معاها يعني مش عايزين نعالج الغلط بغلط عايزين نعالج الغلط بصحي بس بتفكير صح ومن غير ما نظلم حد بعدين على الترابيزه اللي هنحطها لهم جايين. الحمد لله. في ايه؟ طالع. في ايه؟ باب مكه. فاضي. ولا حاجه انا متضايق كنت متضايق امبارح عملت ولا كده. مش هروح. لا تروح. طب انت دلوقتي مش عايز تروحي ليه؟ لا لا لا. هو اذا كان زعلك شويه. ده انا ب 120 جنيه. محدش خلاني اوسخ بني ادم في الدنيا غيرك انت. معلش يا ايوه. مش اشكال ممكن اجيب سكينه واطير رقبتك من الشارع وخلاص على كده مش اشكال يعني لا لا انا بقول ابوش دي الام كنت لسه في موضوع دلوقتي مش ناقص والله مش ناقص انا عارفان من حجي تماما بس عم سايق ايوه انا راجل مش ساكت على ما تخليش نعمل لنا نصيب عاجبك انت في القرف اللي احنا فيه دوت يلا اوجع تنشي في الثلاجه يلا خلاص هي هتلبس ايه الجيبه اهي لا مش عايزين نضرب في مالي سرعت الاهم لا يلا يا عم سلام مع السلامة مع السلامة البنت خرجت من بيت أهلها لازم دام خدت على الشارع مرة واثنين وثلاثة وأربعة خلاص تنسى البيت تنسى الأهل تنسى اللي أهلها تدور عليها أنا ممكن أقول لك في بنات زي دنيا أبا بيجي ياخدها قبل ما تروحي يا أبوها وترجع تلاقي يعني الدنيا يا أبوها مشي دلوقتي قبل ما أنت ما تمشي عدرت تلاقي الدنيا هنا أو تاني يوم دنيا هنا ليه؟ عشان ما مش واخدة على قعدة البيت زي ما تتكلمي على البيت تتكلمي عن نفسك هي مش عشان غلبانة أنت تتكلمي عليها ولا هي عشان حامل مش عارفة تعملي معاها حاجة ما تكيش شيء ما مش تكلميش عليها لا مش هقعد ساكت ورينا تنزل اعملي ورينا تعملي ايه قد ساكت اخدها ما مسك فيك اعطتها ماشي مش تكلميش عليها ما لكيش فيه عشان مش ماشي لا ما لكيش فيه لا ليه لا لا ما لكيش فيه ليه ولا ماليش كسفتي لا لا ما حدش بيكسفني ما هي كسفتي انا قلت لك ما حدش بيكسفني لا لا كسفتي انا مسكتك ضربتك الصبح ضربتني يا حالك خليت بقى اللي سالك جاب لا لا ما ما جابش دم ما انا بقولك عشان ما تجيش يا مريم وربنا انت مين يا سيره انا خليت لسانك جاب دم عرفت تجيبي دم ما لكش فيا طب ما ماليش ازاي انا اللي ضربت بس يا طب عشان خاطر ربنا يا مريم بعد عنك خاطر ربنا بعد عنك ما تكلمشني يا طاطا انا طاطا دي بقى عزها ليه بيت رجوله انا عملت معاها موقف ما حدش عمل معايا في الشارع عمل ايه؟ خلتني راكب عربية الأتاري أنا ووليد حسن كنت بتخانق معاهم مش عارفين يكلفوني شوني خلفوا قال لي اركب الشنطة افتح الشنطة قلت له افتحها بمزاج واركب ركبت معايا البت سامية ونفسين جت من ورا راحت فاتحة شنطة العربية والعربية ماشية فتحت شنطة العربية هي أنا جريت الأمين قال لها مش هسيبك يا طاطا فتحت لي الشنطة اللي بيخليني بعزها اللي أنا بحبها ليه عملته معايا يا طاطا ده في البيت عند فردوس سعد يقعد يقول ايه يا طاطا اجا طاطا اجا اول ما اتكرهت رحت قايله له ايه
ربنا عليك يا راجل. اوعي تعمليها يا عبيد. انا قلت لعبيد لو انا قاعده هنا وانت ولدتي اخد الواد. انا مش قاعده وما ولدتي وولدتي ماليش دعوه بالواد. اخر طول ما انا قاعده هاخد الواد. وحياتي النعمه دي. دي الحم المتنا كلاتي بأمة المتنا كلاتي بأمة لا الواحدة اللي تقعد في الشارع لو تعرف تحمي نفسها في الشارع تقعد فيه لما تعرفش تعرف بس بيت اهلها حتى لو هتاخد كل يوم بالشبش لما تعرفش تحمي نفسها ما تقعدش في الشارع اوقات بتعدي عليا ما كنتش في الايه الا انا ايه انام في حته خالص كان مثلا كل واحد بس بيروح بيته وبيسيبوني انا بقى اقول لهم انا ماشيه في اي حته عشان ما حدش يجي ورايا بالليل عشان اعرف انا اعمل ايه بالليل مع نفسي كده اقعد مع نفسي اقول طب انا هعمل ايه طب هنام فين طب هاكل ازاي طب امشي ازاي عشان ما حدش يتصى فيا ويتخانق معايا او يخطفني وكده كده بقى اخر ما زهقت رحت اتحطت في دماغي ان انا احلق شعري قلت انا لو حلقت شعري يفتكروني ولد لازم في بنت نزلت الشارع شوفت الضرر كله مثلا في خناقه تعور في وشها واللي يعرف يحافظ على وشه يبقى حلو قوي البنت اللي تعرف تحافظ على وشها وما تتعورش تبقى بطله والناس تقول عليها بطل لكن البنت اللي تتعور في وشها اذا مهما الظروف الناس عارفه هي تعورت ازاي هي عورت نفسها على الحكومه ولا تعورت ازاي بيقولوا بقى ده واحد ايه نام معاها وراح ايه معورها ما يعرفش الظروف ايه طبعا الواحده لما بتكون متعوره في وشها وحد يقول لك الكلمه دي بتعيط بتكون عايزه اللي هي ما توريش وشها للناس ولو مسكتك ضربتي محدش يعرف يضربني طب لو مسكتك ضربتي محدش يعرف يضربني متاكده من نفسي طب كده ما تعودتش اعور واحده في وشها طب بعورين في اي حته عشان اروح اخد الوش معلش مش معلش ايوه ابقى انا عايزه اروح اخد بكره من ضربة اليد يا حبيبي ماشي انا عايزه اروح اخيط انا خليك اتخيط ماشي مفيش حد قادر عليك انا اقدر عليك محدش يقدر عليك دي تراجب لو قعدت نفلالي في وشك انت هتفضلي ترغي وتقولي هضرب اقول لك كلمتين انت اليوم لما ترفع عليها بش لها طاطا انا برضو هرفع عليها مقعدش بواقي المرمى عشان ما تكلبش فيك يا ست كلبش عادي بس كده بقى بعد الدلع خلاص يا مريم لا يا ست مالكش دعوه خلاص يا مريم معلش يا يلا اكني ولا في حاجه حصل ولا اي حاجه يلا ان شاء الله قص ميه يلا مش عاجبك يلا اضربيه بالشبشب يلا خلاص نروح نلعب صوفه
وبنام فوق هنا. فيها سفلوت؟ باكل فراخ. اه من الزبالة؟ اه. هات حت. لا انا عاوز دي. لا سيب. المعرض بتاعي، بس انا بخش فيه بالليل، ده بالنسبه لنا امان ليا انا، عشان ولا حد يرفع عليا موس ولا حد يرفع عليا موت ولا ياخدني بالعافيه ولا حد يخطفني. من اللي يجي يخش عليا بالليل المعرض هنا وصلت عليا اي حد يقول ده حرامي، ده غالي يسرق اي حاجه. يعني الناس بتحبني وانا ما بحبش الناس الرخمه. في ناس رخمه بتقول لي انا بحب، وانا اقول لهم ما بحبكمش عشان دمكم تقيل. وفي ناس بحبها، ناس تحبني وانا اتحب، يعني اتحب واحب. يا توتو ماما بتعمل هنا، مش عارفه انزل من البيت. الخلقة بتخليني أعور جسمي وأعور نفسي وأتخانق مع ده وأتخانق مع دي، ببقى مخنوقة وعاوزة بقى أضيع اليوم وأجيب برشام وأجيب كلة وأضيع اليوم. نبقى قاعدين حزنانين، حتى لما نيجي نضحك بنضحك من غير النفس. دايما بناخد إيه؟ برشام ده عشان يشيل الهم اللي علينا عندنا شوية. يعني لو طلع عليا اتنين ما أقدرش عليهم، طلع عليا تلاتة ما أقدرش، لكن خلاص لو أنا مبرشمة أقوم بيهم. حط على العربية. طيب ايه السبب اللي خلانا نبقى بالحال ده؟ ايه السبب اللي خلانا نشد كله؟ ايه السبب اللي خلانا ناخد برشام؟ ما هو كل واحد ممكن يقولك اه ده سابوا اهليهم ليه بمزاجهم، في واحد يقولك ده الاب هو الغلطان، في واحد يقول لك ده الام. ويا عيال احنا بناخد الحاجات ديت ليه؟ ساعات انا ماشيه كده اشد كل عدد، ازاول نفسي بالارض، احس ان الارض اتشقت وبلعتني وعفريت طلع لي منها، قام رامي كسوة العجر اصوت بقى. وقبل كده وانا قاعده هنا مكة عند الشجره دي وانا بستل على العماره دي، حسيت ان العماره وقعت عليا، طلعت اجري قمت لك الناس اللي كانت قاعده، قلت لها يا عم العماره هتقع، يا عم العماره هتقع. الكل بتعمل عمايل مش هي، قلت لك هات لفه. ها يلا
زعلانة منكم أوي، مش قد كل اللي انتوا شايفينه. انت عايز الهم ده كله؟ ما شدش كله قبل؟ انا شد كله من برشلونة. تمام، عشان كده بقى، عشان كده مش عارف تعمل كل ايه. وبعدين يا بكر، يعني ما بقاش كلها بس، بقى كلها وبرشلونة كمان. بطل ما انتش اتكلم معاكي. لو مشيت ما اقعدش جايه لكم تاني. ليه يابا؟ كلها؟ كله وبرشام والكلام ده كله، انا مش هجيلكوا تاني. انا هبطل. خلاص يا بطل، مش هجيلكوا تاني صدقيني. لا عشان انا مش عيله صغيره عشان توعدوني وتخلوا. لا يا ابله، انا ماليش اكلمها هي يا ابله. الموضوع بقى ايه كده منتهي؟ الموضوع كده هتيجي، مش هتشوفوني زي كده. انا همشي بقى. انت قلت لها دي برشيمة، داخل البرشيمة. انا لو كنت تعرضت لظروفها كنت هعمل الغلط دوت؟ اقول اه. ولو انت تعرضت للي هم بيتعرضونه، مش هقول لك ساعة، 10 دقايق، مش هتقبله على نفسك ولا على الأرض. تقبله على نفسك ولا على الأرض. هتعمل ايه؟ وحشة. بتنامي فين دلوقتي؟ في الشارع. انا فين؟ بس بنام في حته بعيده ما حدش عارف عشان بطني، عشان ما حدش يخلص عليا ولا حد يسقط. بتحبي اللي في بطنك؟ بجد؟ يعني نفسك يجي؟ ما عرفتيش ولا لو جاب لك تمويل؟ ليه؟ عشان ما تعملش زي لو جه واد احطه في عينيا، عشان بحب لعب السجون. والبنات لا. ليه بقى؟ لا. ليه؟ لا ليه؟ عشان تعمل تعمل زيك ايه؟ سرح يخطفوه. سرح يخطفوه. لا ان شاء الله باذن ربنا يحميها لك ان شاء الله. طلع لك ماما. حط له كم معلقه؟ استنى يا ابو علي. جعانه بقى؟ حاضر يا ابو. تعمل لك الرضاعة يا ابن الكلب يا وسخ. وانا حامل بقى كانوا بيحافظوا عليا اكني ايه، يعني عارفه امهم اختهم، اللي يجي يوصلني لحد العربيه وانا مروحه، واللي تشوفني وانا جايه الشغل الصبح وتجري عليا تاخد الشنطه من ايدي، ولا طالعه السلم تمسكني من ايدي وتقعد تهزر معايا وانا قاعده على الاكل، اللي تقعد تغذيني، لا قبل كل كذا، لا قبل اعملي كذا. فكنت بحس منهم مش كنت انا ما زلت بحس منهم بالامان. حتى بعد ما خلفت وبقى عندي ولد بحس ان انا ما بقدرش استغنى عنه. حق الدولة نمو، هات خد يا ابن الخوف. استنى 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 يا ابن، هات يا ابن. استنى اتفضل سلوان، اتفضل سلوان يا ابن، سيب يا ابن، هات الواد ابني.
خط السلوى. هات الشنطة يا بنت. ابن عباس يا ابني. ولا يهمك، نم براحتك. دي أحلى نومة لي. خالد يا ابن العبيط. بس بقى عفاك بقى مش هنشيل، لا بس مين؟ لا يا بابا هنسيبه هنا فين؟ محمد. باي باي يا حبيبي. محمد. يا ابن الحلال. يلا نزل. عدد فرعون. أنا ما بخافش على ابن عدتهم، ابن هما بيخافوا على ابن عد أكتر مني وبيخافوا علي. أي حد غريب من بريجي يكلمني بيقفول عشان ده ابن أختي. أنا ممكن عادي ما أنا ماشي، ممكن أنا نايمة في المعرض مكان مطرح ما بنام وأفضل سهران عليها، مش عشان خاطر هي، عشان خاطر ابنها رضا وأختي. يعني مش معتبرها صاحب ولا كده، معتبرها أختي ليا، إذا كانت هي ولا طاطا والبنات كلهم بكرهش حد منهم. ليه؟ عشان ما الحنية اللي ما شفتهاش من أبويا ولا مرات أبويا شفتها هنا معايا بعد عزت، بعد ما عزت متحبس أنا شفت بعدها كتير سهل منه وبدأ من ربنا وفي كل أدال فجر في ظهر في عصر في مغرب في عشاء بدعي من ربنا اللي هو طلعولي بالسلام. ليه؟ عشان دوت اعتبرت امي واخواتي وعيلتي كلها. ليه؟ عشان عودني برضك على حاجات كتير. فاكتر يا ابني يعني واحد غيره يشوف واحده قاعده في الشارع بتشم كلها وبتشرب سجاير وبتقعد مع الشباب وكده عمره ما هيبص لها. بس انا عندي عزه دوت والدنيا كلها عزه ده بعد ربنا. بس يا توفيق توفيق يا شلوان. بس بقى خلاص، يعني انا من ساعه ما اخدت رجب وانا ببص دماغي دي ما اعرفش ازاي انا بقى في الحكايه دي. ما بفكرش الا في رجل، حتى لو انا ضرب امي ما بفكرش برضه الا في رجل. ما تخليش مع حد ضربت زي دي بفكر في رجل، يعني من ساعه ما خدت الرجب وانا متبهدله، يعني انا اتخنقت من نفسي. شيل يلا يا ابني، صوري يا ابني، صوري يا ابني. شيل يا ابني يا ابني الكلب يا جبان. دماغي مش في المشاكل، دماغي في الواد اللي محبوس ده يا ابني. انا مفيش واحد فتح لي بيته، وده اول ما اتعرفت بيه فتح لي بيته وقعدت عنده مع امه. هي اصلا شقه اخته، شقه اخته كانت بنت اخته الصغيره. هو نيمني على اساس ان انا ولد، فاخت الصبح بتقول له مين ده؟ راح ضحك فقال لها دي بنتي ومش عارف ايه. بس فامه بقى قعدت تتكلم معايا وقالت لي سيبك من الشارع ومش عارف ايه. هي واخته هو غلبان وجدع قوي 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 قوي. ما شفتش واد في الشارع على قد ما نزلت، ما شفتش واد في الشارع زيه خالص. بس انا والله بحبه قوي 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 والله بجد. لا شوك انا اعمل ايه؟ بس ما اخدش مكاك. اشرب البانجو كده ما اشربش مكاك كده. عارفة يا ابني، ما ساعد ما مجدي اتحبس وكده
الحته اللي احنا كنا قاعدين فيها وعايشين وبنقعد ونهزر فيها وكده، مساعدنا اتحبس ماليش نفس اقعد فيها. ليه؟ عشان لو جيت قعدت فيها بفتكر كل حاجات حلوه كنت بيني وبين مجد، وبرضك طاطا برضك كانت الحته اللي كانت قاعده فيها هي ورجب ما بترضاش تيجي تقعد فيها عشان بتفتكر الحاجات الجميله والهزار واللعب في الجنينه. ما كنتش بلعب انا ورجب في الجنينه هنا، كنا بنلحق بنجري ورا بعض، كانت الناس كلها عماله تضحك علينا. مره خلينا برضو اتنين خليناهم واحنا معديين بنقول لهم بطلوا حب ببعض، خلوا حبه لبكره. راح رجب قال لي ايه؟ ما تيجي نعمل زي ما قلتوا ايه؟ ايوه نحب بعض. قلت له يا عم بعيد عن عندي. رحنا قعدنا في الجنينه الثانيه دي، كانت ايمان بقى رحنا عند ايمان قعدنا نلعب ونهزر ونجري، وفي يوميها قعد يديني بالشبش، ضربني بالشبش وانا اضربه، في الاخر لقينا الحكومه جت خلينا. بولده لقيت الفجر ده يلا قوي على العمل، وبطني هموت وهم مسالين فيا قاعدين تحت مسالين فيا، سايبيني انا بقى ايه مع نفسي اولد مع نفسي. لقيت ايه بقى؟ مره واحده لقيت راسه طلعت شد بيده وحط على صدري وصوت، راح قلت له اطولك الخلاص. الدكتور هو الدكتور هو اللي خيال. يا ترى ده تبقى مصيره ايه؟ السكر ده مصيره بقى زينا في الشارع كده ولا يبقى مصيره ايه؟ ذنبه ايه العيل ده ولا العيله ديت؟ ذنبها اني تبقى في الشارع كده ولا يبقى ليه اسم ولا ليه شهاده ولكن محسوب نفر على الدوله؟ عشان حتى لو بيحبني يا اب، لو الواد ده مش ابنه كان قال لي اكتب له اسمه. حسين قال مش ابنه. عندي شبه ابوك اهو، خد يا ولد ابنك يا ابنك. ايه هتتبرى بنتنا؟ ده احنا متجوزين في السر. دي كانت ورقه سودا ملهاش لازمه، ده انا راح احرقها. تعالى وانا احرقها. اقعد يا ابني المتنكه، ما تهزرش معايا يا عم. من حلوه لحسن سيب الواد واضربك، ما تسالش فيها. يا حسين ابنك انا مالي، بس يا عفاف اخده وامشي وربنا. اه لا ما كان سهل فين من الاول يا زلمه. جالك المستشفى يا كوس؟ المستشفى؟ اه وهو اللي جايب لك العصير مش انا. طب ربنا هو اللي جايب، ما كانش معايا فلوس. ايه قصام؟ ادي اشوف ابنك يا ما تبعدش عني ولا ثانية حبيب رجب، حط صاحبك عني رجب، صاحبك جنني رجب، ارجع طمني رجب، اخي انا يا غلبي رجب. يح يح يا عم انت بواصل شعر
يا عم بنروح. النبي بنروح يا عم. يلا بقى جاهز بقى ايه؟ المق. ايوه البق. النبي شكله عامل زي عفريت. صح؟ في ناس بتنسوا، في ناس بتسرق، في ناس بتطلع يعني تزني عشان تجيب فلوس. ممكن اجيب فلوس من الشارع. لانه انا قلت لك قبل ما بحب السلف ودايت في وش او ما فيش حد يسلفني بنصو. جيت كانوا عايزين ياخدوا صاحبتي طاطا، طاطا راح يكشمت لهم وكده وبعدوا بعيد عنها. جيت من البيت قابلني ابراهيم وحسين وبهاء، قالوا لي يا دنيا في مصلحه وكده هننصب عليها. انا من مخي دوت رحت قلت لهم ماشي يلا، ويا ريتها مصلحه مش مصلحه، مصلحه ب 30 جنيه نصبنا فيها. كان عاوز واحده وكده، وانا قلت له انا هروح معاك وكده، واخدنا ال 30 جنيه وضربوا العين ومشوا. بالنسبه احنا بقى لما بنيجي ننصب، ننصب في 100 في 200 كده. لما ما كنتش لاقية حد يديني خالص، كنت اخويا شغال على ميكروباص، كنت رايح اشتغل معايا ويديني فلوسي عادي. انت عاوز نروح؟
غريب انت عجيب انت تكذبني وبتصدق الدنيا يا موهوب غرور قلبك خدع قلبك بصور لك وهيئ لك انك توفي النجوم انا ضحيت عشانك وانت الوهم خانك يا خوفي يوم تجيني واقول لك راح زمان. انت متلخبطي فيها كده ليه؟ لا يا ماما ما لخبطش فيها، بتتعيدها مرتين. احنا ما بنلعبهاش مرتين، هي بتتقال اول مره وبعدها بتتقال تاني. طيب زي ما انا ما غلطتش. طيب بس ما بتقولهاش مرتين على لا بتقولها. خلاص قولي انت. انا مش عاوزاها. خلاص انا بتطقي. خلاص غني. طب اقعد طب يا عبد انا ممكن اكون فاشله، دي ممكن فاشله في كل حاجه، فاشله في بيتنا، فاشله من جوايا، مش مديني سكن نفسي عن اللزوم. اما بحب بجد، اتحبست كنت عايزه فلوس. تيجي منين الفلوس؟ ما مشيتش في الغلط، سبحت دخان. قلت احاول يعني نكسبها حلو وفلوسها حلو. بحت دخان اللي هو البنك، كسبت منه جامد، كنت ببيع جامد ولبست جامد، شلت موبايلات. بقيت اتمسك حسيت بتعب، حسيت بتعب جامد. انا اتحبست كتير وقليل، ما مش كل واحد بقى يبلع يخبي اللي في قلبه بقى طول عمره لحد ما يموت، لازم يقوم. مش كل الناس زي بعضها، هذا اللي انا اقدر اقوله. مش كل الناس زي بعضها، لو الناس كلها زي بعضها كانت الناس كلها مش هتعدي ولا اتحبسنا ولا اتبهدلنا ولا كان اخويا راح السجن. ده بيشتم فيا وده بقى عاوز يخطفني وده عاوز يعورني. بس يا بط بس يما، واحنا طول ما احنا جنبك يما، ما تخافيش خليك جنبي. انا جاي بص، بيان بيتحموا في مثلا البشره اللي ماسكينها، مثلا المطوه اللي ماسكينها، مثلا التجمع، مثلا كتره تغلب الشجاعه. مثلا دلوقتي واحد ما عادش يعرف يكلمني في الشارع، لو كتير جم عليا انا هبقى ضعيفه بالنسبه لهم، مش هعرف اعمل حاجه. كنت انا واربع بنات
بس من قصر العيني نايمين وكده. وبص لقيت الواحد اللي كنت صغيره بقى، كنت صغيره عندي يجي 14 سنه كده، كنت لسه برضه ما اعرفش حاجه. لقيت اللي بيكتم لي بقي واللي بيشدني على مش عربيه كار بقى، مش تاكسي. وبص لقيت نفسي في تراب اليهود، حته بقى ما تعرفيش يعني ايه، لو ما تعرفيش تقولي الواحد لا زي ما بتتكلمي في الشارع وكده، هيبقى الموقف قصادك تعملي اللي هو يقولك عليه، على اسمه ما تعوريش في وشك ولا تتجرحي ولا حد يقولك كلمه تزعلك، تكسبي اللي قدامك. ما انت كده هو كده كده هتقلعي، رحت بعيد رحت شمال هتقلعي، بس لو ما لعتش هتتعور، هتتضرب، هتتهان، هيشتموا امها. طب امها مالها؟ هيشتم ابوها. طب ليه بتضطر اللي هي تعمل الحاجه دي؟ وبرضو هو مثلا يا ابلة يعني انا الحاجه دي برضو وانا بتخطف كده بفضل اقول يا رب، بعيط وبقول يا رب، ما ولا بسيب ولا اي حاجه، بقول يا رب، رب انت شايف يا رب اللي بعيط وبقول يا رب ما ولا بسيب ولا اي حاجه، بقول يا رب، رب انت شايف يا رب اللي احنا فيه. كانوا اكتر من 30 نفر عليها، سلمتنا رحت عملت لهم ازاي؟ قالت لهم ماشي كل ده ينام معايا بس محدش ايه يعورني ولا يخزني، يعني ما قعدهاش في حته ها؟ ما خلاش تمشي ولا تمشي ولا بتاع، تفضل قاعدة، تفضل قاعدة. يقعدوا فيها في المكان ده على طول في العشة كده. هي اسمها العشة دي اسمها عشة ايه؟ عشة ويزا، الطريق الابيض، عشة ويزا. طبعا بيجيبوها بقى هنا واوسخ الالفاظ بيقولوها في العشة بقى جوه، بيخطفوا البنات وبينام معاها هنا، وبعد كده ممكن يعوروها ممكن بقى مش يناموا معاها اول يوم ويمشوها، ممكن يقعدوها اسبوع يومين شهر تلات اشهر كده، مش وراهم حاجه بقى. فيكي ايه؟ عندك مشاكل جديده في حياتك؟ في حاجه بتواجهك دلوقتي احنا وانا ما اعرفهاش؟ امال فيكي ايه؟ كلمي بصراحه، افتحي قلبك يا بطه زي زمان. ايه اللي اتغير؟ لو عايزين نوقف الكاميرا وتتكلمي معايا ونوقفها وتتكلمي معايا. لا عادي يا بنتي. امال فيكي ايه؟ ايه اللي غيرك؟ كلمي، ايه اللي مزعلك؟ اللي مزعلني في كله عايز ابعد عن الشارع ده عشان انا مش عايز اقعد بقى شدي كله وبرشم. كل النهارده بقى خلاص وبعدين هتعملي ايه دلوقتي؟ ابوكي لو جه وشاف الولد كده هيتجنن اكتر، لو جه ولقاك ان انت ولدتي وبقى معاكي طفل هيتجنن اكتر. انا اللي انا طالباه بس شهاده من ربنا، مش عارفه اعملها ازاي. ما هي شهاده الميلاد لازم تكوني متجوزه، يعني لحد ما تشوفي حد يرضى يتجوزك هتعملي ايه بالطفل دوت؟ بحيث ان ابوكي لو شافه ما نضمنش اللي ممكن يعمله، زي ما انت بتقولي ممكن يقتله ويقتلك، ياخدك في اي حته يقتلك ويقتله. هتعملي ايه؟ هتفضلي على طول مستخبيه منه؟ الضابط بيقول لنا المباحث بينزلوا الميكروباص، بيقول لي ايه؟ ارجع ما الاقيش ولا واحد هنا، يلا قوموا منين؟ قلت له بقول لك ايه احنا نروح فين؟ وكلمته بكل بجاحه ما بقبلهاش، وما عرفش يتكلم معاه ولا يفتح. قال لي يلا من هنا يا طاط، قلت له بقول لك ايه شوف لي حته وانا اروح اقعد فيها. قال لي خير ربنا يكشف. قلت له يعني ايه؟ قال لي ارجع ما الاقيش هنا، قلت له احنا هنقعد هنا ويبقى تعالى خد. وحكمت رايه، كله كان عاوز يمشي، حكمت رايه اللي احنا نقعد. ورجع؟ رجع، لا رجع تاني اما انت اما كنا جه بقى يا اما
جه اما ناخد شويه اجيب الواجب. قال لي مش قلت لكم امشي؟ قلت له هات لي اي حته انا اروح انام فيها. لو في الاسرائيل اروح انام فيها. بعد كده رحنا المحكمه امبارح. الضابط يا سهير بتروحي ازاي؟ ما انا كنت بتريق عليه. بعد كده قال لي ايه؟ روحي في اي حته. قلت له خلاص صلي على النبي احنا عندنا مشوار، ايه رايك؟ قال لي هو قلت له انت تروح تفتح الباب بتاعكم واحنا نخش وننام فيه للصبح لغايه ما تيجي. قال لي يا بنتي الوسخه يا دنيا ليه عندها معانا عمرك ما تيجي على هوانا ولما تيجي تصالحينا عملتي ليه مش سامعانا ولا اقول لك ايه؟ برضه امبارح الكلام ده امين شرطه بيشتمني. قلت له انت شفت امي؟ قال لي شتمني تاني. قال لي يلا بتني تاني. قلت له انت شفت امي؟ راح قالها لي تاني. قلت له انا امي متنكه من ابويا مش من حد غريب، لكن انت امك جايباك من بص من طوب الارض ومن زحمه الاتوبيسات ومن زحمه القطار. بيقول لي انا جاي بيضربني بقى روح تجننش عليه. جه الامين مصطفى بقى وعمل بقى وقال لي خلاص يا طاطا مش عارف ايه. قلت له بقول لك ايه يا مصطفى انا بحترمك عشان انت اخويا، انت وشريف بيه اللي بحترمه. لكن واحد من اول مره اشوفه وينزل هنا يتجنن، يمكن يكون بره في دايره تاني غير هنا يمسك البيت يضربها ما تقدرش تتكلم، لكن انا بقى عندي ويقف. And our season of films from the Arab world continues tomorrow.